مش هبقى ببالغ لو قلت لحضراتكم ان الساعتين اللي فاتوا والكام ساعة اللي جاية ديت فيها احداث هامة ومحورية ومفصلية في الكرة المصرية، مش مبالغة، لانه في قرارات وفي قرارات مش مفهومة وفي قرارات مش واضحة وفي قرارات هتطلع وفي قرارات هتنزل، الموضوع صعب جدا. وفي ماتش سوبر يوم الجمعة الجاية هيتلعب مش هيتلعب، حاجات كتير بتحصل في الكام ساعة دي الآن تحدث. معانا الأستاذ أحمد جلال الناقد الرياضي، ونعرف إيه الحكاية وإيه الموضوع. أهلا بيك يا أستاذ عمرو، أهلا بكل مشاهديك. لجنة التظلمات عملت إيه؟ أخطر الأهلي منذ يعني ساعة تقريبا بأنه تم إيقاف تنفيذ عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لحين الفصل في الدعوة القضائية المستعجلة التي أقامها النادي الأهلي بشأن مشروعية لجنة الانضباط وتشكيلها، والتي اختصم فيها الأهلي وزير الشباب والرياضة بصفته واتحاد الكرة المصري وبعض المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة. يعني دي واحدة، انت بتقولي دلوقتي ان القرار الرسمي انه مفيش وقف الكهرباء لغاية اما المحكمة تبت في مشروعية تشكيل لجنة الانضباط التي تم تعيينها بعد استقالة اللجنة المنتخبة وفقا لقرار لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة. وهي المفروض المحكمة تبت امتى؟ ما ده بقى ده شق مستعجل، ما اقدرش انا اقول للمحكمة تبت امتى، لكن جرى العرف ان الشق المستعجل بياخد من اسبوع ل 10 ايام. فيبقى كده كهربا هيلعب السوبر. كده كهربا لجنة الاستئناف قالت انها لن تبت في قرار اصدرته لجنة الانضباط لحين النظر في مشروعية تشكيلها من الاساس، حتى لا يصبح يعني ما بني على باطل فهو باطل، فبالتالي تم ايقاف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في مشروعية اللجنة التي اصدرت القرار. ومعها قرار رئيس نادي الزمالك كمان، لان هو قرار واحد ولا دي حاجة ودي حاجة؟ بالضبط، ده برضو من نفس الكلام، لأي قرار صدر من هذه اللجنة أصبح متوقفا لحين التأكد من مشروعية تشكيل اللجنة من الأساس. وهي اللجنة بعد ما قعدت وخدت قرارات وكل ده لسه هنعرف إذا كانت شرعية ولا مش شرعية؟ بالضبط، ده اللي هتحدده المحكمة، محكمة القضاء الإداري في الشق المستعجل وفقا لدعوى النادي الأهلي. طب والمحكمة برضو احتمال تحكم من أول جلسة أو بعد كده، مش على طول يعني، وارد. تمام، كلام سريع. بالاطلاع للمرافعة اي شيء. طيب يبقى ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني، هل سينسحب احد؟ ما حدش هينسحب يا استاذ عمرو، الفرقتين لا ليه؟